एक बात बताओ, ये नाम किसने रखा था? मैंने रखा। क्यों? सर माँ बाप ने नूतन कुमार नाम रखा था, तो सब लोग बहुत मजाक उड़ाते थे तो मैंने टेंथ के फॉर्म पे नू का न्यू कर दिया और तन का टन। فيلم نيوتن هو من إخراج أميت في مسكار اللي سوى فيلم سليماني كيرا أعتقد في سنة 2013، كانت من أفلام المستقلة. السينما المستقلة يعني معناته السينما الأفلام اللي هي مغايرة ومختلفة عن الأفلام التجارية، فحاول يسوي فيلم من هذا النمط اللي هو يسمونه بلاك كوميدي أو الكوميديا السوداء والدراما في نفس الوقت، اللي هو باسم نيوتن. نيوتن هي قصة موظف حكومي يشتغل في الاقتراع الانتخابي، يعني يودي معه جهاز للاقتراع، يعني يروح عند المدن أو القرى يختار ناس من الانتخابات أو ناس من القرية عشان ينتخبون الشخص المناسب لهم، فهو يودون المكان جدا بعيد عن المدينة وهي منطقة غابة فيها إرهابيين، فكيف يقدر يسيطر على نفسه؟ فنياته جدا عالية من ناحية المهارات الإخراجية، المخرج ذكي جدا، أعطانا فرصة للتأمل في المشاهد الموجودة عنده، ما حاول يحط لك مشاهد ثقيلة ومزيفة أو يعني مقحمة في هذا الفيلم، مشاهد البساطة، يعني كأني أنا أشوف ناس قدام عيني مسافرة من المدينة بالهليكوبتر ورايحة للغابة، هذه ناس طبيعية، يعني يكون في انتهاء للمشهد بكلمة بسيطة. يا أخي مثلا في مشهد يقول الشرطي حق أمريكي والله أوه ما شاء الله صورتك في البروفايل كانت حلوة، ويروح يتكلم مع شخص ثاني، يعني جيدين جدا وقاعد يمشون ويتكلمون ويتحدثون، اللي بيقضي حاجته واللي بيتسولف مع الثاني عن مواضيع نكت أو مواضيع خاصة بالسياسة، أو مثلا أنه يكون موضوع طبيعي ما يكون فيه تزييف بالحوارات وتزييف درامي هذا اللي نحن نشوفه في بعض الأفلام التجارية. مخرج هذا أميت ماسوركر يعني قدر يطلع شغل جميل من الناحية الفنية، اعتماده على الراكورات اللي موجودة عنده تكون راكورات حقيقية، البيوت القديمة أو البيت اللي هم كانوا يشتغلون فيه في الاختراع في المنطقة الوحدة هذه يكون شكلها مناسب في هذا الغابة أو في هذه المنطقة اللي فيها إرهاب ومشاكل، ما يجيب لي شيء يعني شوية يكون فيك أو مزيف. هذا جميل كان منه صراحة، اهتمام بالسيناريو واهتمام بالشخصيات اللي عنده كان جدا جميل، لعب بالشخصيات بشكل جدا طبيعي، أعطاهم المساحة كي يمثلوا بطريقة طبيعية جدا. يعني أنا متأكد أن المخرج قال حق فلان وفلان، قال له يا أخي أنت اعتبر نفسك نفس هذه الشخصية. وفي الحياة الهندية التمثيل، طبعا أنا قبل التمثيل أقول تصوير الفيلم ماشي على رتم الفيلم، نوعا ما بطيء في الحركة، لكن هذه الحركة الفيلم اللي نحن المود الفيلم هذا هو، فلازم يكون بهالطريقة هذا. أيضا الباكجراند ميوزك ما في وايد صوت أصوات عالية، لأن الفيلم معتمد على الأصوات الطبيعية، سواء كان صوت الهواء، صوت العصافير، صوت المنطقة اللي هم طالعين فيها، أشياء طبيعية، فبعيد عن موضوع الباكجراند ميوزك. وأيضا الأغاني ما في أغاني في هذا الفيلم، كان أغنية واحدة هي شغالة كأحداث الفيلم، فهذا أيضا يعني يعد بشيء جيد لهذا العمل اللي هو عمل أنا أعتبر عمل عالمي وليس هندي فقط. ممثلين معروفين من الأفلام الفنية الأرت موفيز، من بعضهم اشتغل في المسرح، بعضهم اشتغل في الدراما اللي هي مسلسلات السابقة مثلا في كبداية أعمالهم، وبعضهم أيضا اشتغل كممثل في أفلام يمكن أجنبية. عندك راغوبير، هذا الفنان أنا وايد يعجبني راغوبير، شفناه في أفلام كثيرة لو تتذكرون، في فيلم مع ملامر خان اسمه إيرث، واحدة من الأفلام هاي المهمة كانت في مسيرة الفنية راغوبير يادف. هذا الريال أي فيلم موجود فيه يعني تكون له يعني نكهة خاصة. وعلى فكرة أكثر أفلام الهندية اللي رشحت للأوسكار موجود كان فيها راغوبير يادف، لو تتذكر لقان أيضا كان موجود. ففي هذا الفيلم هو كوميدي وفي نفس الوقت شخص يعني معاني يعني الحياة، فكان أدى هذا الدور بشكل جدا رائع صراحة. أنجلي باتيل هاي من كيرلا، هاي اللي مثلها ما شفناها في أفلام وايدة هندية، قليل ما تمثل، يعني أدت دور القروية والمتعلمة في نفس الوقت بشكل رائع، و كل هذه يعني كاركترات من المخرج يعني رسمها بشكل جميل صراحة.
وهي كان دورها جدا جميل في هذا الفيلم. الأدوار الأخرى أيضا اللي هي أدوار ثانوية كانت يعني مكملة الأحداث لهذا الفيلم، لكن الشخصيات الرئيسية باقي شخصيتين لازم أتكلم عليهم. بنكج تريباتي، بنكج تريباتي اللي يمثل دور العسكري، هذا صراحة مسيرته غريبة وعجيبة، يمكن بداها بشكل بسيط جدا في الأدوار الثانوية جدا، يعني يذكرك بنواز الدين صديقي يبدأ بذيك الطريقة، لكن الحين بدأ ياخذ أدوار مهمة وأدوار سابورتينج ممكن تأهل أنه يكون مستقبلا ممكن يكون أدوار رئيسية في المستقبل. فهو دوره في هذا الفيلم كان جدا جيد، استحق بنكش على هذا الدور ترشيح كأفضل ممثل مساعد لهذا العام. دوره جدا رائع صراحة، وكان هو مناصف لدور البطولة اللي راح أتكلم عليه، راجكومار راو. راجكومار راو هذا ممثل صراحة أنا ما أعرف شو أقول عنه، دائما يفاجئني بأدواره ودائما يفاجئني بأعماله الفنية واختياراته للأفلام، أفلامه اللي اختارها جدا مناسبة للناس اللي هو متذوقة للفن، الفن السابع الفني، وكذلك المحبة للسينما اللي حتى اللي يجي ياكل بوب كورن يشوف فيلم يقدر يشوف أفلام هذا الشخص، لأن هذا الشخص يؤدي أدواره بشكل جميل جدا. هذا السنة شفناه في بريلي كيبرفي في دور مساعد جدا رائع كان، وفي هذا العمل اللي هو نيوتن صراحة أبدع بشكل رهيب جدا، أعتبره هو يمكن من أفضل الممثلين اللي أدوا أدوارهم في هذا العام في سنة 2017، أدوار المهمة في مسيرة الفنية بالإضافة للأدوار السابقة والأدوار اللي راح تي، أنا متأكد راح تي أدوار قوية أيضا لهذا الممثل اللي راح يعني يفاجئنا دائما في أعمال القادمة. في نهاية الأمر فيلم نيوتن هو من الأفلام الرائعة، وليس الجميلة وليس الجيدة بل الرائعة التي صنعت لهذا العام في 2017. فيلم خفيف من الناحية التنفيذية لكنه ثقيل من الناحية الفكرية، وفي يعني فلسفة جميلة جدا، العلاقة اللي قاعد يصير بين العساكر وبين الناس اللي يشتغلون كموظفين حكوميين. هذا الفيلم لازم تشوفونه 4.5/5.